اختفت هذه 10 سنين ما عرفنا السبب علاش خرجت من الدار. ودابا تنتمنى منها غير تجي تشوف امي، راه امي عيانه تجي تشوفها غير لوجه الله، ما عرفنا شكون السابق واش هي ولا حنا ولا حتى شي مشكل. هي بغات تخرج خرجت صافي اخويا، ما عندها حتى شي مشكل. ممكن مثلا تزوجات ولا دارت شي حاجه؟ لا ما حنا ما فراسناش واش مجوجه ولا ما مجوجاش، ما فراسناش. من 2013 صافي تقطعت الاخبار ديالها. الاخبار ما التليفون ما تتعيطش. كتعيطش ما عندكمش الرقم ديالها؟ لا ما عندناش. واخا ما قالت لكمش على الاتجاه اللي غادا تمشي ليه مثلا ولا انا فايته؟ قالت لي انا ما غاديش نبقى انا هنايا، انا قالت لي فايته ما نبقاش انا هنايا، غادي نمشي للمحمديه قبل امي ولا قلت ماشي شغل، هادشي اللي قالت لي. ما كانش عندها ذاك الفكره ولا ذاك الافكار ديال انها تهاجر برا البلاد؟ لا ما عندهاش الفكره، هي بغات تخرج وصافي هادشي اللي بغات. باش عرفتوا بان كاينه في المحمديه؟ قالوا لنا الناس شافوها الناس. شنو قالوا لك؟ قالوا لنا اختكم في المحمديه سيروا قلبوا عليها. واش هذا ولاد المحمديه اللي قالوا بان اختكم؟ لا شي واحد من مكناس. سبق لكم درتوا شي نداء قبل؟ لا ما درناش، ما عمر ما درنا. باش عرفوا هاد الناس هاد برا؟ شافوها تعرفوها وكانوا هذوك مالين مكناس كانوا هنايا وشافوها. وقالوا لنا احنا من المقربين؟ لا ماشي من المقربين، هي معرفه هكا، هي جيران بحال هكا جيران. ما تواصلش معاها من جا وقع وقت ما تروحش معاها؟ لا. واخا اش من منطقه في مكناس بالضبط؟ حي السلام. حي السلام. جيت سيدي سعيد. واخا وبالنسبه للاخت يعني من ناحيه ديالها يعني العقليه ومن ناحيه ديال التفكير ديالها من ناحيه ديال المعيشه ديالها واش يعني من ذاك النوع اللي كيقلب على الرفاهيه كيقلب يعني على الحريه دير اللي بغات يعني فهمتي القصة؟ انا ما خصها حتى حاجه، هي بغات تعلق في التفلق الله يعاونها، هي دابا غير تجي غير تشوف امي. انتم كتطلبوا منها غير صله الرحم؟ تجي تشوف امي، ما كاينش اللي غادي يهضر معاها لا بالدراري لا حتى شي واحد. تجي اما بغات تكون هي عندها الاولاد هي ما عندهاش، تجي اما بغات تكون غير تجي تشوف امي لوجه الله. امي راه باغيه تشوفها كل اللي في النهار وصافي، هادشي اللي كاين اخويا. بالنسبة ل قلتي عندك الخوت ياك، كاينين الخوت؟ كاينين، ما يهضروش معاه، ما كاينش اللي يقدر يهضر معاه. يعني عليها الأمان يعني تجي تشوف ما أمان تجي بولادها ولا بلا ولاد ولا كيما بغات تكون. نعم. ما كاينش اللي غادي يهضر معاه بالدراري. صافي، ما عنده ما يدير، هذاك الشيء اللي قسم الله. يعني الطلب ديالكم كيتعلق غير بصلة الرحيم. تجي تشوف أمي وتجي ما تبقاش مكبسة في الزناقة، تجي تشوف أمي وتجلس معانا. تاكل تربط الخبز بحالنا بحالها. صافي في حالة ما مثلا بغات غير تشوف امك وما تقلش ما بغاش تقلس في الزناقي، حنا ما بقيناش تكبس في الزناقي. هاد الناس هادو اللي شافوها من المكناس شافوها هنا في محمديه شافوها في شي حاله يعني ماشي هي هذيك؟ حالة عادية وصافي، شنقول لك ما كاين ما نقول لك، المهم تجي كيما بغات تكون، تجي غير تاكل معنا تربط الخبز يحن مولانا الكريم، صافي هادشي اللي كاين اخويا. بالنسبه للحاله المعيشيه ديال العائله كلها يعني ميسورين بخير مزيان؟ ما خصنا حتى حاجه اختي، ما تتقدرش عليها اختي، هي تسمع بودني هي حتى هي ما تتقدرش عليها، المحنه ديالها ما كايناش حتى عند شي مراه. نعم نقولها لك ما تتقدرش عليها وتتبغيها بزاف، هي باغيه تخرج صافي هادشي اللي كاين اخويا. مرحبا غير بالنسبه للناس اللي كيتبعوا معنا، هذه الصوره ديال حسنه اللي تغيبت من الدار ديالهم في مكناس حي السلام قرب سيدي سعيد، تغيبت منذ سنة 2013 يعني حوالي 9 سنوات دابا. إلا كانت في الاستماع أولا شي حد كيعرفها مزيان وقريبة ليه وكيعرفها يعني فين كتكون ولا فين كتواجد يحاول يتواصل بهاد الناس. ما طالبينش منها شي حاجة، طالبين منها فقط أنها ترجع تشوف أمها وتصل الرحم مع أمها اللي الاعمار بيد الله، وتا واحد ما عرف شكون السابق واش حنا اولا هي. المهم ليسونسيال وهذا الشيء المهم كاع كامل منه، وهو ان الام تطمئن على بنتها قبل لا تفارق الحياه، لا بالنسبه لها هي ولا بالنسبه لخواتاتها، راه ما عندهمش مشكل معها كما بغى يكون الحال ديال حسنه. حسنه الا كتب الاستماع، هذه اختك كدير هذا النداء، هذه اختك بالامر ديال الام ديالك كتقول لك اودي رجعي للدار صلي الرحم مع امك، اي حاله كنتي فيها هما قابلين عليها، ما يخصك تا خير، واللي بغيتيها راها موجوده، وغير تعيشي معاهم تاكلي وتشربي مع راسك وتبرعي مع راسك وعيشي حياتك ماشي مشكل، غير ما تبعديش عليهم.
ونداء كذلك لجميع الناس اللي كيعرفوا هذه السيده هذه اولا شافوها سواء في مدينه المحمديه اولا الضواحي ديال مدينه المحمديه اولا الدار البيضاء اولا المغرب برماته، اللي شاف هذه السيده هذه حسنه والديها وعائلتها ومعارفها كيقلبوا عليها فقط من اجل صله الرحم وانقاذ ما يمكن انقاذه من هذه السيده هذه. التواصل مع هاد الناس هادو غادي تسمعوا الرقم ديال التليفون من عند السيده مباشره، رقم الهاتف 06 64 30 75 93. عاودها 06 64 30 75 93. شكرا شكرا.